يعني اتواجدوا في الدولاب، احنا عايزين 100 كمان. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده فريق النادي الاهلي. ال 100 اللي جايين امتى بقى؟ هنبدا من دلوقتي، عايزين الدوري رقم 42. واحد بيقول لي يا اخي انتوا طماعين قوي، لا يشجع النادي الاهلي طبعا. قال لي انتوا طماعين قوي، قلت له طماعين ليه؟ قال لي الدوري 42. قلت له يا رب يبقى 142. انا عايز اخد 143 و145 و242 وكل اللي انا، طول ما ربنا مدينا الصحه وعندنا لعيبه كويسه وعندنا مجلس اداره كويس وعندنا جهاز فني كويس، وقبل كل دول عندنا جمهور بالملايين في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي، عايزين نفرحهم. احنا عايزين نفرح اغلب سكان مصر يا اخي، من غير طمع ومن غير اي حاجه. احنا ما بنعرفش نتغلب، كل كرة القدم فيها الثلاث نتائج انا عارف، ولكن احنا بالنسبة لنا المركز الثاني زيه زي المركز الاخير. الاخير بينزل يبقى اللي هو قبل المركز الثالث من تحت، زيه زي بقية الاندية. احنا بنلعب دائما على المركز الاول، هو ده اسلوب حياة، حاجة اسمها اسلوب الحياة داخل النادي الاهلي. وانت داخل النادي الاهلي انت داخل عشان عارف ان انت هتلعب على المركز الأول في كل اللعبات، فبتجتهد بتموت نفسك، عارف ان انت وراك 70 80 مليون، همشي في اي حته هتلاقي الاهلاويه في كل حته، فلازم اجتهد واموت نفسي عشان العب عشان اكسب. في نفس الوقت انا بلعب في النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي، نسر النادي الاهلي. ف لو حطينا كل ده مع بعضه، لو حطينا كل ده مع بعضه هنعرف يعني ايه سحر النادي الاهلي. هو ده سحر النادي الاهلي، الكلام اللي انا بقوله ده كله، جمهور، لاعبين، جهاز فني، مجلس اداره، مسؤولين داخل النادي، منظومه، مؤسسه اسمها النادي الاهلي. اللي مش عارف هو حر، اللي عايز يتعلم يتفرج ويتعلم، يتفرج ويتعلم. انت ممكن تاخد قرار ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، الحمد لله لما بيبقى صح بنجتهد اكتر علشان يزداد ويبقى احسن واحسن واحسن. فالحقيقه الواحد اصله بقاله يومين ثلاثه كده بيسمع كلام وبيسمع حاجات غريبه جدا جدا جدا، لكن في النهايه أنا ماليش علاقة بأي حاجة، أنا ليا علاقة بسحر النادي الأهلي وجمال النادي الأهلي. بالمناسبة أنا هقول الكلام ده وأنا بكسب وأنا بخسر، لا قدر الله يعني. لأن هي دي الحقيقة. إحنا كلنا بنشتغل تحت منظومة ومؤسسة واحدة. مش مسألة مكسب وخسارة، هي مسألة إن أنا لابس التيشيرت الأحمر اللي بيخافوا منه. كل الناس بتخاف منه. التيشيرت الأحمر ده اللي هو بيخوف الناس، بيخوف الناس لان هم عارفين ان اي واحد بيلبس التيشيرت الاحمر ده بيبقى عنده جينات كده مختلفه. احنا مقتنعين بكده يا جماعه، سيبونا مقتنعين بكده. عشان كده خدنا 42 دوري، عشان كده خدنا 8 بطولات افريقيا، عشان كده خدنا كام و30 كاس، عشان كده خدنا كام سوبر محلي، عشان كده خدنا كام أعلى الأندية الإفريقية، تاني أعلى نادي في العالم خد بطولات. هو ليه الكلام ده كله؟ عشان هي الجينات بتاعت الأهلاوية كده. عندك جمهور في عز ما اللعيبة لا قدر الله عندها مشكلة ورجليهم تقيلة في الملعب، تلاقيهم واقفين وراهم في التمرين وفي الملعب وعلى السوشيال ميديا في كل حتة. يوقفهم تاني على رجلهم ويلاعبهم تاني ويخليهم يكسبوا تاني لو لا قدر الله حصل أي هزة. لان ممكن جدا يا جماعه خدوا بال حضراتكم، ممكن جدا في اي لحظه يحصل اي حاجه. محدش عارف كره القدم فيها ايه، محدش عارف. كره القدم لعبه غداره، غداره جدا، وما لا تعترف الا بالمستطيل الاخضر بس. كل الحسابات اللي بره المستطيل الاخضر اصل مش عارف ايه مقفول من هنا وايه مفتوح من هنا، ومن هنا في ايه ومن فوق في ايه ومن تحت في ايه، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. اجتهد جوه المستطيل الاخضر ربنا هيديك. الراجل بيشوط شوطه خبطت في واحد ودخل الجون، ليه؟ تعبان عنده برد؟
اللي احنا عرفناه بعد المباراه ان عمرو السوليه تعبان عنده برده، واصر ان هو يبقى متواجد، والمدير الفني شايف ان هو يقدر يلعب، فربنا اداله عشان اجتهد عشان تعب جاب 3 نقط للنادي الاهلي. وفي ناس تانية الدنيا فاضيه حطها جنب العرض. هي الكره كده، لا تعترف الا بالمستطيل الاخضر. اجتهد جوه الملعب، دي دروس مجانيه، مجانيه دي من غير فلوس. مستطيل الاخضر